ايه الخيار الامثل للتغذيه في موضوع السمنه دي؟ في خبيره السلامه الغذائيه بتشير كذلك لانه برغم التكلفه الماديه المرتفعه نسبيا الى ان الزبده والسمن البلدي الحيواني هما الخيار الافضل صحيا نظرا لخلوهم من الدهون المتحوله، مؤكده انه من الافضل الا يتم تحويل الزبد لسمن، يعني يستخدم الزبده زي ما هي بل يستهلك في صورته الطبيعيه ويتحفظ في الفريزر وشراءه اول باول. ده اللي بيفسر ان اجدادنا ما كانوش بيصابوا بالجلطات وتصلب الشرايين والسمنه زي ما بيحصل معانا احنا دلوقتي، عشان احنا بنلجا للسمنه الصناعي والسمنه المهدرجه، لكن هم كانوا بيستخدموا السمنه البلدي، بس طبعا تستخدم باعتدال لانها اكثر امانا من السمنه الصناعي. وبتنصح كل رب منزل بان تتجه لادخال وجبه او اكثر من السمك اسبوعيا على مائدتها بمائده بيتها، بحيث تضمن لافراد اسرتها حصه وافيه من الدهون الصحيه الموجوده في اسماك التونه والسلمون والسردين والماكريل التي تحتوي على كميات كبيره جدا من اوميجا 3 ومضادات الاكسده التي تقاوم الدهون المضره، بينما يعكس ايجابيا على صحه الاوعيه الدمويه والقلب واداء الجسم بشكل عام لوظائفه الحيويه. مع السلامه.